أيها المسلمون، أن المسلم إذا وقع في ذنب أو حصلت منه خطيئة أو خالف أمر الله عز وجل في شيء، إن عليه أن يسارع إلى التوبة والندم والاستغفار، ولا يؤجل ذلك لأي غرض من الأغراض. لا يقولن الواحد منكم سأتوب من هذا الذنب الذي وقعت فيه إذا حججت، أو إذا بلغت الأربعين، أو إذا كان الليل سأقوم منه ما شاء الله أن أقوم ثم أتوب إلى الله عز وجل وأستغفره. أيها المسلم، من يضمن لك أن تعيش بعد خطيئتك تلك؟ وما يدريك، لعل تلك الخطيئة تستدعي خطيئة أخرى فتتراكم عليك الخطايا والذنوب. بل الواجب عليك وعلى كل مسلم وقع في خطيئة أو أذنب ذنبا أن يبادر فيستغفر ربه ليغفر الله له. احرص على أن تبادر في كل يوم إلى أن تمسح الذنوب والخطايا التي وقعت منك في ذلك اليوم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ليعلم هذه الأمة وجوب المبادرة إلى التوبة، وأن يمحو الإنسان ذنوب كل يوم في يومه، وأن يبادر إلى الاستغفار دائما وأبدا. وأنت بخير ما دام الاستغفار والندم والتوبة ظاهران على لسانك.